فرحانه بزاف بزاف بتواجدي بمنتجع مزقان بالشراكه مع سيناتور، شركه سيناتور على لتعهد الحفلات. كنقول لهم شكرا بزاف بزاف لانكم كتفكروا فنانا المغاربه وفنانا العرب. اليوم غنيت على مسرح مهم كيغنيو فيه كبار الفنانين، وسعيده بالحضور الكبير اللي كان حاضر اليوم وفرحان معايا ونشط معايا. هذا دليل على محبتهم، كنقول لهم الله يكبر بكم، والحفل كان اكثر من رائع. وهذا طبعا هذا الحفل اليوم غيضيف لي الكثير في مسيرتي الفنيه المتواضعه. شوفي هذا اللقب انا فرحانه به بزاف بزاف، لانه فين ما كنمشي كنفتخر انني مغربيه، وكنفتخر بالجزائر المغربي، لا في مهرجانات لا في حفلات لا في غيرها، في اي ايفنت كنكون حاضره بالقفطان المغربي، لانه كيعبر على هويتي واصبح ما شاء الله ينافس كبار المصممين في العالم. فهذا شيء حاجه كتشرفني وكنعتز بها، وكنشكر لي فان او محبين دنيا باطمة على هذا اللقب اللي من الالقاب اللي عزيزه على قلبي صراحه. اليوم هذا العمل كنسميه المغربي العربي، عمل كبير جدا، لا من ناحيه الانتاج، لا من ناحيه الاخراج، لا من ناحيه الممثلين الكبار اللي زادوا العمل فخامه. وسعيده انني غنضم لهم، غنكون تلميذتهم ان شاء الله، وفخوره بالكلام اللي قالوا علينا ام بي سي 5 انه غادي نكون معهم، وانه مسلسل مغربي غيكون من بطولتي انا وفنانة كبار. دونك ان شاء الله انه هذه التجربه ما ندمش عليها، وانه يتفاعلوا معايا الفانز دنيا باطمة اللي كان عندهم اصرار والحاح، وكذلك يكونوا فخورين بيا شركه الانتاج اللي هما ميد برودكسيون بهذا العمل ان شاء الله. شوف انا عندي بزاف ديال الالقاب، بطله السوشيال ميديا، وعندي نجمه الحوارات، وعندي بزاف ديال الحوايج. شوفيها الا كان هذا شي حاجه كدل على انه انا انسانه صريحه، انسانه ما كنافقش ما كنجاملش. يمكن هذا الشيء كيعتبروه بزاف غلط، ولكن انا بالنسبه لي في حياتي ماشي غلط، وفرحانه بهذا الشيء، انسانه صريحه ومقدمه صريحه. بالنسبه للفنانه لطيفه رأفت والولاده ديالها، كنقول لها الماس الغزاله الله يحفظها ليك وتربى في عزكم يا ربي، ونشوفوها نجمه كما شفنا كي ملي كنا صغار نجمه، وبقيتي في عينينا دائما نجمه. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.